بعد موجات الغبار المتكررة بانت المبادرات تلوح في الأفق، فانطلاقا من الحرص على مستقبل البيئة في العراق، بادرت وزارة البيئة لعقد ندوة نقاشية ضمت المختصين والمثقفين في بناية نقابة الأطباء العراقيين لمعالجة أزمة التصحر في العراق. لابد من دراسة بيئتنا ودراسة أسباب تلوث هذه البيئة وأنواع هذه التلوثات وتأثيرها على الصحة والنتائج العامة على كل شيء في الحياة، من الراحة إلى العقل إلى النفس إلى أي شيء. لذلك انطلقت هذه المبادرة، وكانت هي بالحقيقة أول انطلاقتها بتنبيه العراقيين على أن ينتبهوا على أنه بيئتهم في طريق مسدود وفي وضع مؤذي جدا. هذه الأزمة البيئية وبحسب مختصين لم تكن من فراغ أو عدم، إنما ولدت نتيجة التراكمات وإهمال ملف البيئة في العراق لسنوات متعاقبة. حقيقة بالنسبة لمشكلة التصحر اللي احنا بالوقت الحاضر موجودين يعني نعيشه، ما هو إلا حصيلة حاصل يعني لنتاج أو لعدة مظاهر سبقت هذا الأمر. يعني هي مثل ما واحد يوصل يعني يتدرج في الى ان يصل الى نهايه يعني، بس التدرج مع الاسف يكون سلبي. يعني الجفاف، عدم وجود الغطاء الاخضر، ملوحه التربه، تغدق الاراضي، خروج الاراضي الزراعيه من دائره الانتاج، اهمال صيانه الارض، هذين كلهن ادن الى ان تكون الاراضي ما بها غطاء نباتي. فالغطاء النباتي حينما يكون موجود ذيك الساعه من الممكن ان يجمع مجموعة جذرية، يجمع التربة على بعضها البعض، ما ممكن أن تنتقل الرمال أو التربة بمختلف أشكالها من موقع إلى آخر. زرع الأشجار وتشجير الحدائق وغيرها من المقترحات التي طرحت على طاولة النقاش الذي أدير في نقابة الأطباء، سعيا لإنهاء هذه الظاهرة التي تهدد المستقبل البيئي في البلد. من نقابة الأطباء انطلقت المبادرات وطرحت الحلول لمشكلة التصحر في العراق والتي تسببت بموجات غبار متكررة. من نقابة الأطباء العراقيين، محمد فراس، قناة التغيير.